إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، واعلموا أنكم محاسبون، وعن أعمالكم مجزيون، وبين يدي الله واقفون، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم. يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية. عباد الله، إن الدين الإسلامي دين عظيم، أعطى كل ذي حق حقه، فهو دين شامل كامل، أنزله الله عز وجل، أنزله الحكيم الخبير، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فهذا الدين يا عباد الله أعطى الجميع حقه، فتجد في هذا الدين العظيم أن الكبير له حق، وأن الصغير له حق، وأن المسلم له حق، والكافر له حق، بل حتى الحيوانات لها في هذا الدين حق. وهذا يدل يا عباد الله على شمولية هذا الإسلام، وأن الله عز وجل أنزله وفق نظام عدل لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. ومن الحقوق التي اعتنى بها الإسلام عناية عظيمة حقوق كبار السن، وذلك يا عباد الله لأن كبير السن قد جاءه حالة ضعف، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالكبير يا عباد الله يحتاج إلى غيره، فلذلك اعتنى الإسلام عناية عظيمة بكبار السن. وأعظم يا عباد الله من يحتاج إليك، ومن هو أولى برعايتك وخدمتك وتوقيرك واحترامك وسمعك وطاعتك، هم والداك، كما قال سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالوالدان أحق بالصحبة وأحق بالخدمة، وليس يا عباد الله هناك أسوأ من أب يدعوك إلى الشرك ويدعوك إلى الكفر، ومع ذلك تؤمر بأن تصاحبه في الدنيا معروفا ولا تطعه في معصية الله، كما قال سبحانه وتعالى: وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فحق الوالدين عظيم، لا يعادله حق من الحقوق بعد حق الله عز وجل وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. والإسلام اعتنى بهذا الشأن عناية عظيمة،
لا يسع المقام لتفصيله. ومن الحقوق يا عباد الله في حقوق كبار السن ذوي القربى، فهم يا عباد الله من أولى الناس بالخدمة والرعاية بعد الوالدين. ولذلك الله سبحانه وتعالى كثيراً ما يقرن حق الوالدين، ما يقرن حق ذوي القربى بحق الوالدين، كما قال سبحانه وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فقد ذكر هذه الآية بعد قوله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالعموم يا عباد الله، يجب على كل مسلم ومسلمة أن يحترم الكبير وأن يوقروه كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد جاءت الأدلة صريحة في ذلك. فمن ذلك يا عباد الله أن الكبير يقدم في كل شيء، يقدم في الكلام، يقدم في السلام، يقدم في الدخول، يقدم في الخروج، يقدم في كل شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. وذلك في القصة التي أخرجها البخاري ومسلم في قصة طويلة، في قصة عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة، عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون قتل اليهود لعبد الله بن سهل رضي الله عنه وأرضاه. فأراد عبد الرحمن بن سهل أن يتكلم، وكان أحدث القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يعني اجعل الكبير يتحدث. فتكلم الكبير ثم تكلم الصغير. وفي حديث الرؤيا التي أري النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أنه كان يتسوك بسواك، فجاءه رجلان فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الصغير السواك، فقيل له: كبر، فأعطى الكبير ثم أعطى الصغير، فالكبير يكبر وفي كل شيء يقدم. ومن الأحاديث يا عباد الله التي جاءت في توقير الكبير قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا، وهذه براءة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يعمل بسنته. قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وفي رواية: يبجل كبيرنا. وفي رواية: يعرف شرف كبيرنا. وعباد يا عباد الله، البركة مع الكبار، كما قال صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. والكبار هم كبار العلم وكبار السن، فكبار السن لهم بركة، بركة الخبرة وبركة التجربة وركود الشرور في أنفسهم وحلول الوقار عليهم. فلذلك يا عباد الله، ليس من المناسب ما يفعله اليوم كثير من الناس. إذا تكلم الكبير تشاغلوا عنه ولم ينصتوا إليه ولم يسمعوا من تجاربه، فإن الكبير اليوم بينكم بركة لكم في دنياكم وفي أعمالكم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا يصدنكم الشيطان، إنه لكم عدو مبين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فمن الحقوق التي يجب على المسلم أن يراعيها في حق كبار السن أن يناديهم بما يليق بمكانتهم، أن يناديهم بما يليق بمكانتهم، إما أن يناديهم بكنية يحبونها،
أو بما يشعر بالتعظيم والتجليل والتبجيل، فيكنيهم كما قال الشاعر: أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. أو يناديهم بما يشعر التبجيل والتجليل، كأن يقول له يا خال أو يا عم أو نحو هذه العبارات. وقد جاء ذلك في كلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كما جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه عندما دخلوا على أنس بن مالك رضي الله عنه وقد كبر سنه ورق عظمه وكان يصلي بعد العصر، فقالوا له يا عم ماذا تصلي؟ فقالوا له يا عم إشعارًا بفضله وبقدره وتبجيلًا له رضي الله عنه وأرضاه. ومن الحقوق التي جاءت في الشريعة في حق الكبير أن يبدأ بالسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليسلم الصغير على الكبير. وحقوق الكبار كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذكرناه هو قليل من كثير مما جاء في الأدلة الشرعية. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم من أرادنا وأراد بلاد المسلمين بشر وفتنة، اللهم اجعل شر، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.